معايا انا بس. الأول ممكن نختار بسهولة صراحة حاجة كده في وشك حاجتين
ممكن ينفع عليها بريشر، ولو ما تنامش هاي كلاسيك ارتفاع ممكن تفوت في المستقبل اللي فات منين؟ واحد ضغطه عالي ولا لازم تكون هاي كلاسيك؟ يبقى في البيزنس اللارج بيزنس ده اللي اوروبا والفروع بتاعها عندنا في لازم تكون هاي ايه؟ وحتى بنسميها لما بتيجي الشحطه في الترم الثاني ان شاء الله بنسميها لارج الاستيك بارتس عشان مليانه مين؟ يالو الاستيك بارتس. طب اي سن تاني؟ عارفين البرونكيال دي شرطيه وبرونكاي وبرونكيوس فكرتها لازم يكونوا هاي ايه؟ عارفين ايه؟ مش عارفه فكر كده مفيش مش طول ولا استيرايد كان نقول كده بتاع الاول ده لازم تكون هاي في وين ده؟ طب دكتور اصل انت بتشوف بتوع البكر هم بيحسوني في كاليفورنيا تعاليمها وروح في الاحفاد ايه؟ استطيب الفوق الفوق لازم تكون هاي يلصق وإلا تحقق زيادة الثقة. أفلام التربية التربية وعلى فكرة من الدكتور الأكبر في الأصوات اللي بتتبنى أوي جدا إيه يحط كاس إزاز وزيادة وشوف هتتكسر ولا لأ مع إيه؟ مع حتة إيه؟ فالمرة فيلم كانت بتتريق وحكيها فيه مش كسر بقى الإزاز كسر إيه؟ زاد عمارة Thank you.
Thank you.
انتو هي مسؤولة عن جروث اوف هارت. حد يقدر يألف لي؟ انا عارفة ان انتو ممتازين جدا وبتفكروا. حد يألف ثلاث وظائف للبيريكونديوم؟ خلي بالك انا عايزة وظيفتين للأوتقين ووظيفة للإنعدام. أكيد بقى الأوتق فيها بلاك إيه؟ ينفع أقول إيه بلاك صفراء؟ ولا أقول إيه ريفريش أند باي فيوجن؟ ده مسؤول عن التغذية؟ هو البلاك ليست بتختار المخرج؟ لا. يبقى أقول إيه تاني؟ إيه ريفريش أند باي فيوجن؟ إيه المسؤول عن الريفريش اللي بيخش إزاي؟ باي فيوجن. طيب عايز أحد من ولاد الشاطر كده يقول لي ممكن تقول لي لكن لو في مصر ناس تانية بتبقى يبقى دي مصر حتى نمرة التلاتة كله ايه؟ الإيه بقى كله ايه؟ سكريت ايه وتشينج الى ايه؟ مفيش وتشينج كده كله صح كده انا مسؤولة عن روح مكتوب بروفيشنال بس احنا نتكلم يعني ايه بلاش قبل المحاضرة هقول لك انواع النمو في الكوكوش Thank you.
لو حضرتك ايه المتعه مليانه اكستندد كرون وفيها حوالات ايه لو في صفحتين في السيتوبلازم في بكتيريا من ثلاثه اورجانيزم لازم اوصفهم طبعا في راس في او ومعانا Thank you.
انت تلاحظ ان لون الخلفيه للفيديو في الفيلم ممكن على شاشه الحاجه تخليك تقلب فيها ثانيه، هي مين انشط، القسطايه اللي بتصنع ولا السيطايه اللي بتعمل صيانه بس؟ القسطايه انشط، يبقى مليانه ايه؟ مين الرفض والميتوكوندريا والبوتشي وبقى قوي وبتقعد قوي في ايه؟ طب في السيطايه ولا والنيوكليس اللي قبل صحيح بس اقل نشاطا من مين؟ يعني سنت اقل. لا اسمها نلاحظ، بص يا دكتور بقى حاجه جميله قوي بتحصل، نلاحظ السن في الاول يا دكتور اوعى تسيب كده، السن في الاول اللي بتبقى شغاله ايه؟ زي ايه؟ احنا عندنا مثلا شعبي في مصر بيقول لك اسمعي بيتي مثلا شعبي، مثلا شعبي في مصر بيقول لك البنت لما بتكبر بتحلو وتتعب. لا معلش انا كده محدش البنت لما بتكبر بتحلو ايه؟ لا استنى، شفت هنا كانت عكساء في الاول
Thank you.
ماستر في الكونكتيشن واختها في الماتريكس بتاع الكونكتيشن. ممكن حد منكم بقى يقول لي كلمني عن فيروس؟ طب باللينك عليه في رسمه الكارتج كلها زي دي. انت شفتيني رسمت خيوط حمراء؟ طب هي فيها كولاجين تايب 2. كولاجين تايب 2 مين فكرني تايب 2 ده؟ كان الكبسول دي فاضي بريلز يعني شوية فاكرين اسمهم توب وكولاجين يجمعوا ويعملوا فايبرز يعني حتى ما وصلش لكلمة فايبرز يبقى بريلز دي ولا لا؟ يبقى فاروكي دي ولا لايك ايه؟ استنى بقى تسمعوا على حاجة اسمها ريفراكتد اندكس معالج تسمع ان لما يكون حاجتين ليهم في نفس المعالج الاتصال الزوجي يبان حاجه واحده؟ طب يا دكتور انا ليه؟ ده سؤالك يا حبايبي مش عارف ليه الفايبرز اللي هي كولاجين تايب 2 مش باينه في الماتريكس؟ تقول له سبب ايه؟ انها بنتين كانوا بي سي باي لايك ايه؟ مايكروسكوب نمره الاثنين انها ليها نفس الريفراكتيف اندكس نفس المعالج الاتصال الزوجي بتاع الماتريكس بيبان حاجه. طب اسالك بقى من غير مش باينه حتى في الميكروسكوب عارف منين اصلا ان في حدود؟ عارفين دي جت بالصدفه يا ولاد. واحد عالم ماسك ازازه صغيره كده او ازازه صغيره فيها انزايمز. دكتور دكتور معايا؟ العالم ماسك انبوبه صغيره فيها انزايمز وكان لسه قاطع سيكشن في الحيوان دي فالجزازه لسه ما فيهوش حد. الانبوبه دي وقعت من القصر وقعت على مين؟ فالانزيمز عمل دايجشن للماتريكس. مين اتكشف؟ ده مكتوبه جوه العلم كان اوكي سين افتر دايجشن اوف ذا ماتريكس باي انزيمز. لا انا عايزه الثلاث كلمات اللي اتقالوا على الفيروس دلوقتي. كولاجين تايب كام؟ تايب 2. ينفع شوفها في الكارتج ليه كمان بي سي عايز يسويه؟ بيرد دي كمان بي سي ولا رايت؟ سمنة؟ هبتسين ريفلكتد اندكس اسمها امتى اقدر اشوفه؟ افضل كونجشن او ماتريكس باي انزايمز. عايز اتحرككم حد يفكر في الاماكن في الهايلايت. انا خلصت الكلام في الاماكن موجوده. حد يفكر لي ده؟ يمكن ما تكونش معاك في الدايرة ولا لا؟ طب حد شاطر يقول لي انا قلت ده كان قبل كده مين؟ خلي بالك في عنوان في نهاية الكارتج فانكشن اوف كارتج. معظم الوظائف اللي مكتوبة تابعة للهايبر. فركزت انا هقول مكان وزنته هنا ايه عشان ما تسمع الفانكشن بتاعته. حد شاطر يقول لي غير كوستال كارتج الاقي ايه؟ حد شايف انا بسمع تراكية وايه؟ رجاء ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل رينز اوف كارتج في التركيه والكونفار؟ عشان تبقى ظل مفتوحه والا في نهايه الزفير في نهايه الاكسبيريشن يحصل لها كولابس. مين ناشف؟ الكارتج. يبقى تو كيب الريسبيراتوري باسنجرز اوبن هي مكتوبه في الكارتج. دكتور ايه ده؟ تسمع في الألم بيقول لك articular surface of joint. طب حبايبي الجوينت في عضلتين في وش بعض. تعرفوا يا فتاة إن العظم خشن جدا وإن لو بيحصل احتكاك ما بين عضلتين very painful العظم اللي هي بتسد في الأنس. فربنا سبحانه وتعالى مقرب علينا غطاء إيه؟ أي نوع الكارت اللي very smooth خلايا. طب بس في مسافه ما بينهم ولا لا؟ دكتور دكتور فاكرين الجوينت دي سائل اسمه سايبوبيا. طب انا هنا لو انا بارتيكولار سيرفيس اوف جوينت وعندي سايبوبيا فين؟ محتاجه للمواقف هنا في المكان ده ما فيهوش في المواقف عشان كده في اللي عندي ايه؟ سايبوبيا.
Thank you.
تقفل ساعة
هتيجي تاكل وتاكل عشان الاكل ما يخشش في التربيه. دي بقى اسمها معموله من انهي نوع من الكوكب؟ واي فاي. فممكن اسالك سؤال، هل انتوا خدتوا لور في الاكل؟
المحوط يعني بيرسي المنظر ده الدكتور احنا بنيجي نشرح قلب او بتاع او حاجه عشان نفحص حاجه او نعمل تجربه عليها لما نحب نشق البلفس بنشق عند السيلفس بيوت يا مش عارف يا لو عارف ما بتشقت يبقى هي عشان دي اتشقت اي نوع من الكار. طب يا حبيبي النوع ده مش الكولاج بالظبط ماشيه مانتنس يبقى فيها اي نوع من الكولاج طيب لو انت فاهم اي نوع من الكولاجين في الهيراني والجيل الياسر اي نوع من الكولاجين تمام انت ما انما الوايت فايبر كار عشان الكولاجين ماشي في ايه؟ يبقى عندي نوع من الكولاجين فايبر كار.
طب اللي جوه طري قوي كل جنتايل تو اسمها نيوكليس بولتوس. بولت يعني قلب، يبقى قلبها او عامل النواه بتاعتها اسمه ايه؟ على فكره هو انت فاكر ان الجسم كله على بعضه بيتحرك؟ نو، هي نيوكليس بولتوس ده راجل اللي بيحصل لها البولتوس دي بيحصل لها ايه؟ بولتي تضغط على مين؟ هل مطلوب تحفظ الكلام ده؟ اعرف بس ان في نيو انيولاس ايه؟ ده هو ده الوايت فايبروكارديش عامل حرفه، لكن انيولاس ايه؟ سوري نيوكليس بالبوزس القلب اللي جوه معمول من كولاجين تايب 2 اللي بني صفر. حد بقى يقول لي طرق نمو الكارتج؟ تعالوا نشوف. مين يفكرني بالرسمة دي؟ حد شايف دي؟ رسمة مين دي؟ ده الله يخليك. شبه الهايلايت بس مليانة ايه؟ بلاستيك فايبر، يبقى ده ايه؟ مارك بلاستيك. طب يا جماعة هو مين اللي هو قدرة على النمو وبتصنع ماتريكس وبتحول لكل سايز؟ كونتروف بلاست. بص دكتور ده نمو من بص معايا كده، شوف الماوس انا بشاور ازاي. ده نمو في الاتجاه ده كده ولا لا؟ طب ومن هنا؟ ما انت ريبوني بتحاول الكارتج كله، يبقى هنا مش كلهم اوبوزيت ايتش اذر؟ بسميه اكوزيشنال جروث. اسمه ايه؟ انت عارف انا عايزه ايه في الحته دي؟ اسم نوع الجروث ومن البريفري ولا من السنتر ومين السل اللي مسؤول عنه؟ مين يقول لي اكوزيشن ده منين؟ من البريفري. مين السل المسؤول عنه؟ كوندروبلاست. طب مش انت من شويه قلت لي كوندروسايتس كان ديفايد؟ واحده تنقسم تبقى كتير وكتير اربعه، وعلى فكره هو بينقسم من فريش ماتريكس حوالين بالظبط. يبقى كده هو منين؟ من البريفري ولا من السنتر؟ ومين مسؤول عنه؟ كوندروسايتس. بنسميه انترستيشيال. مين من ولايات كم نوع للبروث اوف كارتج؟ اساميهم اكوزيشنال اند انترستيشن. طيب فانكشن اوف كارتج مش تقريبا قلنا معظمها؟ مش الكارتج مع الجوه يعني السكيلتون بتاعنا؟ طيب مش يا جماعه الكارتج كان موجود فين؟ التراكية ليه؟ طب كان موجود في الارتيكولار سيرفيس اوف جوينتس ليه؟